السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم قناة عالم الخيوط. رجعنا بعد انقطاع عن الفيديوهات. إن شاء الله هلا رح نبلش ننزل الباترونات حلوة كتير من اختياركم. اليوم رح ننزل فيديو حز البطيخة، إن شاء الله يعجبكم. الأدوات المطلوبة هي الألوان الأخضر والأبيض والأحمر، نحتاج أسود كمان وأخضر. أفتح من درجة الغامق يعني بشوي، هني درجتين، وحدة فاتحة وحدة غامقة، وصنارة رقم 2 ملي، وأكيد مقص. بنبلش بالإيدين، الإيدين بيكونوا باللون الأحمر. رح نشتغل دائرة سحرية ومنحط فيها 6 حشو، دور واحد 6 حشو داخل دائرة سحرية. 2 3 4 5، هي 6 حشو مسكر الدائرة السحرية وشد الخيط مزبوط. هي خلصنا الدور الأول. الدور الثاني اللي هو تزايد بكل الغرز، نحن عنا 6 حشو رح نعملهم كلهم تزايد، بصير عنا 12 غرزة. طبعا الخيط اللي بدكم تستخدموه، فيكم تستخدموا الخيط اللي بدكم اياه. انا توفر عندي بونبون لوكس، فيكم كمان تستخدموا اتروفيل، كمان كويس وحلو بالشغل. فيكم تستخدموا كوتون جولد، وفيكم تستخدموا النوع المتوفر عندكم، ما في مشكلة. ان الدور الثاني تزايد بكل الغرز، نهاية الدور بيكون عنا 12 حشو. هاي 12 حشو. هلا الدور الثالث رح يكون دور سبات، الثالث والرابع 3 4 رح يكونوا أدوار سبات على 12 غرزة. رح خلصهم ورا الكاميرا وارجع لكم. دورين سبات، خلصت أدوار السبات. الدور 4 و5 كانوا سبات. الدور رقم 3 و4 سبات. الدور رقم 5 هيدا رح يكون 6 ناقصات، يعني بضل بصير عندي 6 غرزة. 6 ناقصات بنعملهم بالتناقص المخفي. بناخد الطرف الأول من أول غرزة، اللوب الأمامي، واللوب الأمامي من الغرزة الثانية، ونشتغل غرزة الحشو. رح أعمل 6 تناقص، بضل عندي 6 حشو. هاي 6 حشو. فينا نحشي شوي هون مشان ما تسكر معنا الدائرة. بضل عندي هلا للدور رقم 9، يعني 6 7 8 9، 4 ادوار رح يكونوا سبات على 6 حشو. رح اشتغلهم ورا الكاميرا. 4 ادوار سبات على 6 حشو وارجع لكم. خلصت ادوار السبات وانا حشيت الايد من هون بس. هلا رح نسكر نطبق الايد من جهتين، وبعمل 3 حشو، ندخل بالطرف الاول وبعدين بالطرف الثاني وبنعمل حشو. هاي تاني حشو، ندخل بالطرف الاول والطرف الثاني ونعمل حشو تاني ومنقص الخيط. معلش اتركوا خيط شوي طويل مشان التشبيك.
الخيط الاساسي انا راح اسويه. راح نعمل من هاي القطعة تنتين. هاي خلصنا الايدين، راح نشتغل الرجلين باللون الاخضر. الاخضر الغامق. بنبدأ دائرة سحرية، بنحط فيها 6 حشو. 1 2 3 4 5. هي 6 حشو بدائرة سحرية. الدور الثاني رح يكون تزايد بكل الغرز، بصير عندي 12 حشو. خلص الدور الثاني. الدور رقم 3 رح يكون معنا 3 أدوار سبات على 12 غرزة. رح خلصه من ورا الكاميرا وارجع لكم. خلصت 3 أدوار سبات. رح اشتغل هلا حشو تناقص 4 مرات. حشو بعدين تناقص لاخر الدور، بصير عندي حشو تناقص 4 مرات. هاي حشو تناقص، حشو تناقص، حشو تناقص، حشو، وآخر 2 تناقص. صار عندي 8 غرزة. رح أحشي أنا هون شوي. خلصنا الدور رقم 6، هلأ معنا الدور رقم 7. 7 للدور رقم 10 رح يكون أدوار سبات على 8 غرزة. رح نشتغل هلأ 4 أدوار سبات على 8 غرزة. نخلصهم ورا الكاميرا وارجع لكم. خلصت أدوار السبات وبقفل هلأ القدم ب4 حشو. ناخذ الطرف الاول والطرف الثاني ونعمل حشو. رح يكون عندي 4 حشو. 3 وهي الاخيرة 4 حشو. وبقص الخيط. رح يكون عندي من القدم قطعتين كمان. هلا رح نبدأ بالجسم ورح نشتغل باللون الأخضر الغامق الزيتي. رح نعمل 15 سلسلة. 15 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. هي 15 سلسلة. من تاني سلسلة نترك أول سلسلة، ومن تاني سلسلة رح نعمل تزايد. اثناعش حشو. 1 12 12 حشو. رح نعمل تزايد وآخر غرزة رح تكون 3 4 حشو بنفس الغرزة. 4 حشو بنفس الغرزة. 1 2 3. هي 4. الجهة المقابلة رح نشتغل 12 حشو. 12 حشو. 1 11 12. بآخر غرزة رح نشتغل تزايد. هي تزايد. هيك بيكون خلص معي الدور.
معنا 32 حشو. فينا نحط ماركر. هاي ماركر. ورح نشتغل الدور 2 حشو تزايد حشو. اول وحدة رح تكون حشو. حشو رح نشتغل تزايد، بس تزايد ثلاثي، يعني ثلاثة حشو بنفس الغرزة. 1 2 3 بس بنفس الغرزة. رح اعمل هلا 13 حشو. 1 2 13 حشو. بعدين تزايد ثلاثي، أي رح يكون على الطرف التزايد الثلاثي. 1 2 3 حشو بنفس الغرزة، حشو الغرزة اللي بعدها، حشو الغرزة اللي بعدها، تزايد ثلاثي كمان. 1 2 3 رح نشتغل 13 حشو. 1 12 13 تزايد ثلاثي. هاي آخر غرزة رح تكون تزايد ثلاثي. هيك نحن بنكون خلصنا الدور، وخلص معنا الدور بثلاثين، بأربعين حشو. خلصنا الدور الثاني، طلع معنا 40 حشو. الدور رقم 3، الدور رقم 3 رح يكون معنا، نقلب الماركر، رح نشتغل بالبداية حشو تزايد مرتين ورا بعض، يعني حشو تزايد وحشو كمان تزايد. هاي حشو تزايد مرتين. رح اشتغل هلا 13 حشو. 13 حشو. 2 12 13 رح اشتغل هلا حشو تزايد 3 مرات. حشو تزايد اول مرة، حشو تزايد تاني مرة، حشو تزايد تالت مرة. رح اشتغل تزايد، بعد تزايد هذا كمان رح يكون في تزايد، تزايد 13 حشو. 1 2 13 تزايد. آخر غرزتين رح يكونوا حشو تزايد. وهيك خلص معنا الدور رقم 3. هلا الدور رقم 4، حلقة بالماركر. الدور رقم 4 2 حشو، رح اشتغل بالبداية 2 حشو. 1 2 2 حشو و2 تزايد. 1 اول تزايد، وهي تاني تزايد. 2 حشو 2 تزايد، 17 حشو. 17 1 2 16 17 حشو. 2 تزايد، هي تزايد اول تزايد تاني تزايد. 17 حشو 2 تزايد، 3 حشو. 1 2 3 حشو 2 تزايد. 1 هي اول تزايد، وهي تاني تزايد. 17 حشو
واحد ستاش سبعتاش. رح يكون عند باقي عندي ثلاث غراز، رح يكونوا اثنين تزايد، هي اول تزايد، ثاني تزايد، واخر غرزة رح تكون حشو. اخر غرزة حشو. هيك بيكون خلص معنا الدور على 56 حشو، الدور كله 56 حشو. بنروح للدور رقم 5 ورح نشتغله 56 حشو، ما بنغير فيه ابدا. رح ارجع الماركر. الدور رقم 5 56 حشو، رح اشتغله ورا الكاميرا وارجع لكم. خلصت الدور رقم 5 على 56 حشو. الدور رقم 6 رح اشتغل باللون الاخضر الفاتح، كمان 56 حشو، بس بشتغلون على اللوب الخلفي. رح نبدل هلأ، التبديل رح يكون رح نفك آخر غرزة، نسحب الخيط، طبعا بيكونوا معنا تنتين، ومنبدل اللون باللون الأخضر الفاتح، ونشتغل على اللوب الخلفي فقط. كمان رح يكونوا 56 حشو على اللوب الخلفي بهي الطريقة. رح خلصهم انا ورا الكاميرا وارجع لكم. خلصت الدور رقم 6، رح اشتغل الدور رقم 7. رح يكون معنا 4 حشو، نشتغل هلأ على اللوبين على حرف الفي كامل. 4 حشو، 3، 4 حشو تناقص، كمان رح نستخدم التناقص المخفي. 4 حشو تناقص، 16 حشو، 1 16 تناقص، 8 حشو، 1 2 8 تناقص، 16 حشو، 1 2 16 حشو. رح اعمل تناقص، بضل عندي لنهاية الدور 4 حشو، 1 2 3 4. هلا معنا الدور رقم 8 يلي هو ثبات على 52 غرزة. رح اشتغل 52 غرزة الدور رقم 8، رح اشتغلهم ورا الكاميرا وارجع لكم. خلصت الدور رقم 8، هلا الدور رقم 9. انا رح افك اخر غرزة مشان اغير للون الابيض، هاي اللون الابيض. فكيت اخر غرزة وسكرت الغرزة باللون الابيض. رح اشتغل بالدور رقم 9، رح اخده كلياتها، رح اخذ الغرزة كلها، ما رح اشتغل على اللوب الخلفي. رح اشتغل 3 حشو، 1 2 3 حشو تناقص، 16 حشو، 1 16 تناقص، 6 حشو، 1 2 3 4 5 6 حشو تناقص، 16 حشو، 1 16
تناقص وبيضل عندي ثلاثة حشو، واحد اثنين ثلاثة، هيك بكون خلصت الدور. هلا رح اشتغل دور عشرة، رح فك بس اخر غرزة وحط اللون الاحمر. وركب اللون الاحمر، بقفل اخر غرزة باللون الاحمر. ورح اشتغل دورين سبت، كمان رح اخذ الحرف الفي كامل، بشتغل دور عشرة واحد عشر، ادوار سبات على 48 غرزة. رح خلصهم انا ورا الكاميرا وارجع لكم. دورين سبات على 48 غرزة. خلصت الدورين السبات عشرة واحد عشر. هلا الدور رقم 12 رح اشتغل فيه ثلاثة حشو، واحد اثنين ثلاثة حشو تناقص. رح اشتغل 14 حشو، واحد اثنين ثلاثة، 14 تناقص. ستة حشو، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة تناقص. 14 حشو، واحد 13 14 تناقص. بضل عندي ثلاثة حشو، واحد اثنين ثلاثة. خلصنا الدور رقم 12. الدور رقم 13 و14 رح يكونوا أدوار سبات، أدوار سبات على 44 غرزة. رح أشتغلهم ورا الكاميرا وأرجع لكم. الدور رقم 13 و14 أدوار سبات على 44 غرزة. خلصت الدور رقم 13 14 سبات على 44 غرزة. الدور رقم 15 رح يكون معي ثلاثة حشو بالبداية، واحد اثنين ثلاثة حشو بالبداية تناقص. 13 حشو، واحد اثنين 13 تناقص. 5 حشو، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة تناقص. 13 حشو، واحد 12 13 13 حشو تناقص. 2 حشو، واحد 2. خلص الدور معي على 40 غرزة. الدور رقم 16 17 رح يكون أدوار سبات، رح اشتغلون ورا الكاميرا أدوار سبات 40 غرزة وارجع لكم. دورين سبات على 40 غرزة. الدور رقم 18، بس قبل ما
كمل الدار رقم 18. حددوا، لازم نحدد العيون، فيكم تحددوهم من هاي الجهة ومن هاي الجهة، ما بتفرق. حددتهم أنا هون. العيون رح يكونوا، نحنا اشتغلنا الدور 17 و16 و15، رح يكونوا بين الدور 16 و15، يعني هون. رح يكون بين، هلا أنا رح أحط خيط بس منشان حدد السطر، رح أشتغل كم دور. هي حددت السطر اللي مفروض انا فيه حط العيون، رح اشتغل كم دور لانه العين رح تاخد مجال مشان انا اعرف اشتغل الدور اللي بعده. هلا الدور رقم 18 رح يكون عندي 2 حشو. واحد 2 تناقص، حداش حشو، واحد 10 11 تناقص، 5 حشو، واحد 2 3 4 5 تناقص، 11 حشو، 1 10 11 حشو تناقص لآخر الدور. بضل عندي 3 حشو، 1 2 3. خلصت الدور رقم 18. الدور رقم 19 و20 رح يكونوا أدوار سبات، رح أشتغلون أدوار سبات 19 و20 على 36 غرزة. رح أشتغلون ورا الكاميرا وأرجع لكم. خلصت الدور رقم 19 و20. هلا رح انا احدد احط مكان العيون. قلنا بالدور بين الدور رقم 15 و16، هي 15 وهي 16، رح يكون بينهم 4 غرز. رح احدد انا بالتناظر بالمنتصف وبينهم 4 غرز، 1 2 3 4 تقريبا. عين هون، واحد 2 3 4. هيك أنا ثبتت العيون. هلا رح نشتغل الدور رقم 21. رح يكون معي 2 حشو، 1 2 تناقص، 9 حشو، 9 حشو، 1 9 تناقص، 5 حشو، 1 2 3 4 5 حشو تناقص، 9 حشو، 1 9 تناقص،
وآخر 3 غراز حشو، 1 2 3. هيك خلص الدور معنا على 32 غرزة. رح اشتغل الدور 22 ثابت، دور 1 ثابت، رح اشتغله ورا الكاميرا وارجع لكم. انا حشيت شوي، رح بلش هلا بالدور رقم 23. رح يكون عندي 2 حشو، 1 2. وضح لكم اثنين حشو تناقص، 8 حشو، 1 8 تناقص، 1 4 حشو، 1 2 3 4 حشو تناقص، 8 حشو، 1 تناقص. لآخر الدور بضل عندي 2 حشو، 1 2. الدور رقم 25، عفوا 24، رح يكون دور ثابت، دور ثابت على 28 غرزة، 1 2 3 4. دور رقم 25 رح يكون عندي 2 حشو، 1 2 تناقص، 6 حشو، 1 2 3 4 5 6 تناقص، 4 حشو، 1 2 3 4 حشو تناقص، 6 حشو، 1 2 3 4 5 6 تناقص، آخر شي معي 2 حشو، 1 2. منخلص الدور على 24 غرزة. الدور رقم 26 رح يكون معي دور ثابت على 24 غرزة، رح خلصه ورا الكاميرا وارجع لكم. الدور رقم 27 رح يكون 2 حشو تناقص، 6 مرات لآخر الدور، 2 حشو، 1 2. لا تنسوا الحشو، 2 حشو تناقص، 1 2 تناقص، 2 حشو تناقص لآخر الدور. رح كفيهم أنا ورا الكاميرا وارجع لكم. الدور رقم 28 رح يكون معي دور ثابت على 18 حشو، دور ثابت على 18 حشو، رح خلصه ورا الكاميرا وارجع لكم. الدور رقم 29 رح اعمل حشو تناقص، 6 مرات لاخر الدور، بصير معي 12 غرزة، حشو تناقص، حشو تناقص،
الدور 30 والأخير تقريبا رح نعمل 6 تناقصات. رح أحشي أنا هون شوي. آخر دور 30 رح نعمل تناقص بكل الغراز. بضل عندي 6 حشو. بقطع الخيط بفكه. بسكر الدائرة الأخيرة. باخد بس اللوب الأمامي. لا تنسوا تحشوها مظبوط. رح ناخذ هلا خيط لون اسود. عملت الخيط شوي طويل انا. رح احطه بحي لغرزي من ورا واطلع بالطرف الامامي عند العين. الطرف الامامي للعين. ورح انزل ما عند العين فورا على جنب شوي. بترك غرزي تقريبا وبطلع وبدخل بالعين الثانية. بعملهم بشكل متناظر. هيك رح اترك غرزي وادخل بالثانية. رح اطلع من ورا من حي الغرزة بدنا اياها. ما رح اطلع من الغرزة نفسها. او فينا مثلا نطلع من الامام من هون حتى نعمل نحنا البذور. بهي الشكل تمام. نحنا رح ناخد كل شوي رح ناخد تقريبا الغرزة هيك مثلا هيك مثلا. باخذ الغرزة الفوق منها بروح لجنب شوي. باخذ غرزتين فوق منها. نرجع نحنا نطلع بالمكان اللي دخلنا منه أول مرة. رح أقص الخيط أشبكهم ببعض. قص الطرف.
وبسحب الخيط باخذ اللون الابيض بدخل حد العين من برا بترك شوي من الخيط وبنزل للحد الثاني لتحت شوي وبروح للطرف المقابل من العين الثانية هون هيك زبطت أكتر بطلع من هون برجع بطلع من المكان اللي أنا طلعت منه بالبداية بنحاول ما نخلي اللون الأبيض يدخل تحت العين ضل عندي الفم رح نعمله باللون الأسود رح يكون هون تقريبا تحت العين رح أدخل من حي الله مكان أترك شوي خيط الطرف المقابل بس دخل الإبرة من تحت شوي برجع بدخل من مكان ما طلعت أول آخر مرة برجع بطلع الإبرة من المكان الأصلي هيك. رح شد الخيطان واربطان ضل عندي تسطيط ايدين رح نثبتهم جنب العيون تقريبا بترك من عند العين واحد اثنين ثلاثة اربعة اربع غرز خمسة تقريبا اربعة او خمسة يعني حسب ما انتو تشوفوا مناسب هاي الايد الثانية هلا عندي الأرجل بنثبتهم من تحت فيكم تثبتون لازقين ببعض فيكم تتركوا بينهم مسافة هون تقريبا رح ثبتهم أنا هيك
وحدة ببداية السلاسل وحدة بنهاية السلاسل. هيك نحن بنكون خلصنا البطيخة، حز البطيخة. إن شاء الله يكون عجبكم. بصراحة أنا كتير حبيتها وعجبتني، ما توقعت النتيجة تكون بهاي الجمال، يعني كتير كتير حلوة. وأنا ناطرة منكم الصور، إن شاء الله تكونوا فهمتوا على شرحي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.